أول عرض سينمائي في مصر بعد سنة تقريبا من أول عرض عالمي للأخوين لومير اللي كان يوم 28 ديسمبر سنة 1895 في باريس. بدأ أول عرض سينمائي في تاريخ مصر في بورصة طوسون باشا اللي في شارع فؤاد في اسكندرية، مركز الإبداع حاليا. كان بيتعمل فيها احتفالات وحفلات رأس للجاليات الأجنبية اللي عايشين في اسكندرية، ومجموعة أجانب جابوا شرايط لأفلام من أوروبا وعرضوها على الجمهور. خبر في جريدة لا ريفورم الفرنسية بتصدر من الاسكندرية في عددها الصادر 4 نوفمبر سنة 1896 بعنوان السينيماتوجراف. الخبر بيقول: لقد بدأ العمل في احدى صالات بورصة طوسون باشا لتركيب اجهزة السينيماتوجراف، ونأمل ان تكون معدة للعمل مساء الغد. 5 نوفمبر سنة 1896 المكان بورصة طوسون، زحام وترقب في انتظار أول عرض سينمائي. وحسب كلام الناقد السينمائي أستاذ أحمد الحضري في كتابه السينما في مصر، إن العروض السينمائية دي كانت بتبدأ من الساعة 5 وتنتهي 11 مساء، ومرة كل نص ساعة. كانت تذكرة الدخول بأربعة صيغ، وبعد كده خفضوها لقرشين، وكل العروض كانت عبارة عن أفلام صغيرة، أفلام قصيرة جدا. بدأت العروض تلفت نظر أهالي الأسكندرية لدرجة أن المحافظ راح يشوف أحد العروض في يوم، وبدأت المدارس والجامعات تبعت الطلاب عشان يتفرجوا على العروض اللي لقت نجاح كبير. ورغم أن الأفلام مش صناعة مصرية، لكن المهم في الموضوع هو تقبل المصريين بصفتهم متذوقين للفن وعندهم تاريخ فني كبير وبيتمتعوا بفن الفرجة. فما كانش الموضوع بالنسبة لهم إبهار أو غريب أوي قد ما كان إعجاب وتذوق وقبول الفن اللي كمل الفنون الستة: العمارة، الموسيقى، الرسم، النحت، الشعر، الرقص، وبقى فيه الفن السابع. ورغم النجاح الكبير للعروض إلا أنها توقفت لأسباب غير معروفة بعد شهر من بداية عرضها. وأيا كان الاختلاف ما بين المؤرخين في أول عرض سينمائي في مصر، فالخلاصة إن مصر عرفت السينما بعد وقت قصير من بدايتها في العالم، وكانت دولة جاذبة للفن السابع من بدايته.